وسط ترقب لضربة إسرائيلية ستستهدف إيران رداً على الصواريخ التي ضربت إسرائيل. تحليل نشرته مجلة The Economist يستعرض خيارات الرد، ويقول إنه قد يكون من الصعب ضرب المواقع النووية الإيرانية لوجودها في مواقع شديدة التحصين في أعماق الأرض، لكن الهدف الاستراتيجي الأكثر ضعفاً هو الموانئ الرئيسية الإيرانية وتحديداً محطات النفط، إذ يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن تدميرها سيوجه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني المهتز بالفعل، وربما يؤدي لسقوط النظام حسب تعبيرهم. أما الخيار الآخر الذي تحدثت عنه المجلة فيتمثل باستهداف قادة إيرانيين بشكل مباشر، لكنهم يقولون إن هذا الأمر صعب باعتبارهم سيتخفون في مواقع سرية بمجرد قرب الضربة. إلا أن الهدف العسكري الأكثر وضوحاً فهو توجيه ضربة لقواعد الصواريخ الإيرانية، وهذا سيقلل احتمالية رد إيراني مضاد.